صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الكتاب الذي توصي بحفظه فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات؟ أنا قلت لكم كم مرة، ما هي بالعبرة بالكتاب ولا بالحفظ، العبرة بالمدرس. فإذا وجدت المدرس الذي يشرح لك الكتاب بجدارة وبعلم فالكتب ميسرة ولله. أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة تقرأه عليه فيه الخير الكثير، لكن تبدأ بالمختصرات، تبدأ بالمختصرات ثم تتدرج شيئا فشيئا في طلب العلم.